مثل ما انتم شايفين في هذه الطائرة، الطائرة واضح ان المحرك اشتعل فيها. فالاجراء اللي يصير الحين، الطيار يحاول انه هو يطفي الحريق ويرجع في المطار اللي اقلع منه في اقرب وقت او اقرب مطار له اللي هو موجود فيه. فالاجراء اول شيء اللي يسويه الطيار انه هو يقطع الوقود والهيدروليك عن المحرك عن طريق زر معين يسحبه فيقطع عنه الوقود ويشوف هل الحريق طفى ولا لا. اذا ما طفى الطياره فيها طفايه حريق، فيها ثنتين مو واحده، عشان لو واحد محركات احترق ممكن يستخدمونهم. فهو الحين قطع عنه الوقود، قطع عنه الهيدروليك وكل شيء، فيشوفه ما راح الحريق، يبدا يستخدم طفايه حريق الاولى، ينطر عليها شويه يشوف طفت الحريق ولا لا، يبدا يستخدم طفايه حريق الثانيه. وطبعا هي كفيله في ان الحريق يطفي اللي في المحرك. المقطع اللي تشوفونه مقطع قصير جدا ومو مبين فيه شنو صار بعدين، لكن اكيد انه تحكموا في الحريق اللي صار في المحرك، وردت الطائره نزلت في المطار بسلام.